السلام عليكم ورحمة الله. ليون إدوارد يطبق حصار خانق على كولبي ويورطه مع جمهوره، وفي هذا المقطع سوف نشاهد هذا النزال ونتكلم بالتفصيل على ما حصل بالضبط في النزال. وقبل أن ندخل في التفاصيل، لا يمكنني أبدا أن أتجاهل هذه المرتدة الرهيبة من إيميليت. وفي النزال الرئيسي دخل كولبي تحت هتافات الجمهور. وبعدها اتجه إلى الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أتى خصيصا لكي يضع له اللقب. وبينما كولبي كان متورط مع الجمهور، الآن صار متورط أيضا حتى مع الرئيس، والورطة الثالثة قادمة في الطريق. وعندما دخل البطل ليون إدوارد إلى الحلبة وأمر الحكم أن يتصافحا، أبى كلا المقاتلان. وفي بداية الجولة الأولى أطبق ليون إدوارد ضغط رهيب جدا، لدرجة أن كولبي لم يستطع حتى بناء هجمة واحدة. وبعدها وجه ليون إدوارد عدة لكمات قوية. وفي بداية الجولة الثانية حاول كونفينغستون أن يخرج من الضغط موجها الركلة وبعد اللكمات. وبعدها فهم كونفينغستون بأن ليون إدوارد يعتمد كليا على المرتدات، وهنا استمر ليون بالضغط بتغيير مستمر لوضعية القدم اليمنى واليسرى، وبدأ يستهدف كولبي بركلات متنوعة. وفي بداية الجولة الثالثة لم ينجح كونفينغستون بإسقاط ليون إدوارد وتلقى ركلة منخفضة قوية. وبعدها نجح كولبي بإسقاط ليون، لكن سرعان ما قلب ليون الطاولة على كولبي، واستمر المقاتلان بتبادل الهجمات. وبعدها بدأ يستهدف ليون خصمه بركلات منخفضة قوية. وفي الجولة الرابعة كولبي حاول إسقاط ليون وكاد أن يتعرض للإخضاع. وبعدها وجه ليون عدة لكمات قوية، واستمر باستهداف البطن والفخذ بركلاته القوية. وأيضا كولبي وجه عدة لكمات ناجحة لوجه إدوارد. وفي الجولة الخامسة حاول كولبي كونفينغستون النزال للقتال الأرضي، لكنه لم ينجح بإسقاط ليون، والأخير نجح بإسقاطه وإظهار ثلاث تقنيات منهم الخنق وتقنية المثلث المعكوس مع كسر الذراع. كولبي نجح بالتصدي وقلب الطاولة على ليون ووجه بعد اللكمات للرأس.
انتهى النزال بقرار الحكام، وواضح بأن النتيجة كانت لليون إدوارد. كولبي لم تعجبه النتيجة وقال بأن هذا النزال كان سهل، ليتلقى هتافات ساخرة من جمهوره. والكثيرون يتساءلون أين هو ذلك الأداء الذي قدمه كولبي كونفينغستون ضد كامارو عثمان ومازفيدال؟ والجواب واضح جدا، ليون إدوارد ليس كالبقية، وإن هاجمته بعشوائية فبنسبة 90% سوف تتلقى مرتدة وتكون قاتلة. لذلك كولبي كان متحفظ جدا في هذا النزال، وخاصة أنه تكلم كثيرا وقال بأنه سوف يقضي على ليون، ونادى الرئيس السابق دونالد ترامب ليكون حاضر في هذا النزال، وقام بالكثير من التهريج الذي دفع ثمنه يوم النزال وإن لم يعطي الوعود، ودخل لهذا النزال بشكل طبيعي، فمن الممكن أن نرى نتيجة مختلفة. لكن في هذا النزال ليون إدوارد كان مثل الكبرى والتف على كولبي بطريقة خانقة. المهم هذا ما عندي في هذا المقطع، وأتمنى أن ينال إعجابكم، واكتبوا لي آراءكم في التعليقات، وأيضا سوف أحاول أن أرفع مقطع بيدي وطوني فيركسون، وأيضا هنالك مقطع قادم لشافكا رخمانوف. كان معكم محمد المحسيني من قناتكم توري، والسلام عليكم ورحمة الله. في البداية كولبي كونفينغستون قال في المؤتمر الصحفي بأن ليون إدوارد تواجه مع كامارو عثمان عندما انخفض مستواه، فأما هو فقد تواجه معه في أوج عطائه. ومقاطعة لكلام كولبي كونفينغستون، فكولبي انهزم ضد كامارو عثمان سنة 2021. وفي سنة 2022 انهزم كامارو عثمان على يد ليون إدوارد بالضربة القاضية. وكولبي في آخر نزال له ضد مازفيدال قدم مستوى شبه ضعيف. أما في الدراما فتجده هو الأول. وأكثر شيء لم يعجب الكثيرون، وأيضا ليون إدوارد لم يضبط نفسه عندما سمع كولبي يشتم والده المتوفي ويقول بأنه حاليا في الجحيم وسوف يرسله إليها.